السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه ستوك اوفر فلو، ده موقع شهير جدا، اي حد بيبرمج بيرجع له، بيبدأ يسأل، بيلاقي اكواد موجودة، الحاجات دي كلها يعني حاجة خطيرة جدا. الموقع ده طبعا في منافسة شديدة بينه وبين الذكاء الاصطناعي، يعني انت لو عايز تكتب كود لما تدخل على ستوك اوفر فلو، لما تدخل على موقع الذكاء الاصطناعي زي شات جي بي تي او جوجل بيرد وتقول اكتب لي الكود. ف ستوك اوفر فلو بكل بساطة ما دخلش بنفسه الحق خالص، لا استعان بالذكاء الاصطناعي، لان هو من ساعه ما شات جي بي تي واللي هو ال 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 ام لارج موديل بدا ان هو ناس كتير تروح ليه ويعملوا كود جنريشن، بدا هو بقى عنده اي اي جنريتد، بدا يبقى فيه اي اي جوه الستوك اوفر فلو، بحيث ان انت لو عايز تسال سؤال لما تساله في الشات العادي، لما تيجي هنا وتبدا تسال الذكاء الاصطناعي اللي في ستوك اوفر فلو، ومثل ان هو متخصص، يعني مش هتساله بقى عمتك خالص انت ابوك تبقى تقرب لك ايه والحاجات دي كلها، كل الاسئله خاصه بالذكاء الاصطناعي. يعني هما باختصار بيقول لك if you cannot beat them join them، لو انت مش قادر تنافسهم انضم ليهم. بقى موجود اوفر فلو اي اي، وتقدر ان انت تدور، تقدر ان انت تساله، تقدر ان انت تختار الاجابه اللي انت عايزها، ولما تسأل السؤال خلاص الذكاء الاصطناعي يجاوبك ويبدأ يديك الأكواد وتبدأ تعدل عليه وتقول له طب عدل لي كذا، وبدل ما تستنى وقت لحد ما حد يجاوبك عليه، الذكاء الاصطناعي ممكن يجاوبك على السؤال بتاعك. وهيبقى ليهم اكستنشن خاصة بيهم في قلب الفيجوال ستوديو والفيجوال بيزك، بحيث ان انت وانت بتبرمج تروح قايل له في كود انا مش عارف اكتبه او كاتبه غلط او رجع لي على الكود او حاول تحسن لي الكود او اكتب لي كومنت على الكود او تعليقات على الكود، كل الكلام ده خلال ايام، وقالوا ان هو في شهر اغسطس هيكون متاح للناس كلها.